السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إعلامي بلال. حياك الله الشاعر القدير جلال محمد مانع المطحني. نعم. آتي ما عندك. لدي قصيدة أقولها بموضوع مطحني ومطحن فيها أعتز وأفخر. يلا تمام. قلنا مطحني ومطحن فيها أعتز وأفخر من قوم حمير تلك أسودها، من سيف ذو يزن تلك الشرر يا سائل عن وصاب في جودها، وتلك جدودها مثل الدرر يا هاجسي شل التحية قولها، من وصاب شعري قد صدر للرجال ذي عاشقين جبالها، يا مغترب قد حان السفر يرجع لأرضك بين أحوالها، ابن المطحني بهجره كم صبر واسم مطحن فيه كم تباها، وصاب لي فيها أثر والعز بين رجالها، لهم مني السلام تعداد المطر يا هدد ثبات مرسالها، هم رجال الخير إذا دق الخطر الفرد منهم إذا فيه كلمة قالها، فمثل الشيخ حسان بالفعل يؤجر أشكر الرجال التي من أمثالها، والشيخ نصر به الرجال مطحن به الرجال تبخر بالعطاء والجود هم لأصاب أبطالها، سلامي للأسد فيها ما تغير والشبل المطحني حمالها، الإعلامي بلال في المجد سطر صح وكل كلمة قالها، والصلاة على النبي المصطفى لا ترص، والصلاة يا ناس والنبي وصابها، والصلاة يا ناس والنبي وصابها. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم. أخوكم الشاعر جلال محمد مانع المطحني. أفصح الله لسانك أيها الشاعر. ولا فضل الشاعر جلال المطحني.